في ختام مؤتمر لندن، تعهدت بريطانيا بتقديم 279 مليون دولار لتعزيز الأمن في الصومال. ظهرت التهديدات الإرهابية الآن في أجزاء من أفريقيا. إن الأصولية تسمم عقول الشباب الصومالي وترعى الإرهاب والتطرف، ويمثل هذا تهديداً لأمننا، وإذا تجاهلناه فإننا سنعاني من الأخطاء التي وقعنا فيها في أفغانستان في التسعينيات. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قال إن المساعدات بداية لصومال جديد. حان الوقت لمساعدة الصومال الآن، ولا يمكن أن نسمح للتقدم الهائل الذي أحرزناه بأن يذهب سدى، وعلى العالم أن يقف إلى جانبنا للتأكد من أن هذا يمكن أن يحدث. جرى تخصيص جزء من الأموال البريطانية لرفع عدد قوات الأمن إلى نحو 12 ألف فرد وإعادة بناء السجن الرئيس في مقديشو. وعلى الرغم من مقاطعة أرض الصومال المؤتمر، فقد خرج الصوماليون في العاصمة لدعم مؤتمر لندن بغية تحقيق استقرار لم يتحقق منذ أكثر من عقدين، وتحديداً منذ إطاحة الرئيس سياد بري عام 91. ويبقى التحدي الأمني الهاجس الأكبر للحكومة الصومالية، فلا تزال التفجيرات تهز العاصمة، وآخرها تفجير الأحد الماضي الذي تبنته حركة الشباب وأودى بحياة 8 صوماليين على الأقل. كما يتعين على الصومال أيضاً الاندماج في منطقة أرض الصومال الانفصالية ومنطقة بلاد بونت شبه المستقلة في كيان اتحادي قبيل الانتخابات المقررة في 2016.